يعني عندك صديقات بتفوتيهم على البيت وما حدا من رفقاتي بفوت لعندي على البيت. بتخافي؟ لا ما بحب حدا يفوت لعندي على البيت. وبتخبري اخبارك لصاحبتك عن آلام؟ ما بحكي شيء بيرسونال وهي مشكلتي معه. قبل آلام لانه اوبن بوك كل شيء بينحكى آلام نورمال عنده، انا لا. بتخافي حدا تجي؟ لا ما فرقانه معي، اللي بدها تاخده بتاخده لانه منه لإلي اذا بدها تاخده. عنا هالصندوق في سؤال لإلك وفي سؤال لميا. ميا انت رح تسالي سؤال. الله يستر. يلا. لا لا عادي عادي. اوكي هيدا لك آلام، يلا بلش سألي هلا شوي صغيرة بعدك عم حمس. أول مرة شفتك قلت عنك كذابة، اليوم معقولة بأي حالة تكذبي علي؟ بكذب عليك إنه مثلا أنت بتعرف إكزاكتلي وين القصص، إذا عم ناكل ساندويتش بالقصص الحياتية وحسك أنت بعدك جعان أكثر مني، أنا لو ميتة من الجوع بعطيك إياها. بتعرف إذا في آخر نقطة مي سخنة بالحمام وأنا بدي أتحمم بترك لك إياها. هول القصص اللي بكذب فيهم، بس إذا في كذبة كبيرة بتعرف إنه ما بتقطع أصلاً بيناتنا. نزلتي لي دمعتي. هذا إليك. يلا. أي أي أي. بالحلقة قلت فيك تبرم ظهرك وتمشي. أي متى معقول تمل حتى تفل؟ أف. أي متى في فل؟ بأي وقت اللي كان. ايه بس شو السبب؟ شو السبب؟ هذا السؤال. قلت فيك تبرم ظهرك وتمشي، شو السبب يلي بيخليك تبرم ظهرك وتمشي؟ اللي معقول السبب المعقول يخليني امشي هو انه انا بدي اتطور بمطرح وانا عم بعيقك وانت ما مش ما عم بتعيقي، انت عم تتطوري بمطرح تاني، فيمكن نفترق بالطرقات هون. شو السبب يلي بخليك تتركني من الاخر؟ اتركيك؟ ايه ما عندي سبب، ما في اتكهن شو السبب المعقول تخليني يعني ما حتتركيك. لا لا مش حاتركك. انا قايل لك ما بتركك يعني. طيب في قواعد كمان للبرنامج، في مواجهه بين بعضكم البعض فيس تو فيس. انا رح اترككم لربما. شو بنعمل؟ في شيء يمكن انت على بالك تقولي له اياه بدك تصارحي فيه لاول مره، وكمان بينطبق هذا الشيء عليه اذا انت على بالك تقلي شيء على تسألها سؤال. انا بعرف قديش انتوا علاقتكم طيبة ولذيذة، فانا رح استأذن وبرجع. يلا ويسي مش كثير وضع غريب بس انه فاميليير لان اوريدي بنعمله. كانوا مستغربين انه صار لنا 6 اشهر بس ولا تزوجنا وكان عرسنا كثير صغير، وانت بتعرف انا بحب الجرامارياج وهيك. بتفكر شي نهار تعمل لي هيك عرس يعني مثل ما انا بحب؟ Do you compromise for me؟ اكيد حنعمل شيء انا بنظري، بس شيء بخصني انا وياكي بطريقتنا. تتعرفي مش حتعرفي. اوكي يعني حتعمل لي سربريز فاينل. ايه ايه اكيد حجرب قد ما في يعني. عرفتي سربريز يعني وقف لك قلبي. شو مشكلتك بلك مع سربريز؟ انا دائما بحس انه حدا عم بيعمل لي سربريز في شيء من ورا ظهري. بخاف ما بحب. طب اذا عملوا معك طب ليه ما بتعملوا معي؟ لانه كمان ما بحب بحس فيها. انت بتعرف انه انا ما بحس بهيدا الشيء. لك يا اختي ما انك بحب. ما بتعرف تكذب ورح تفضح حالك. كمان فيها وجهه، بس ما بحب انه يي وخبي، واصلا ما بحب يعني ايه الو احكي أو ما بحب اعمل معه الخبر. ليش بدها تكون مفاجاه الخبر؟ لانه لا لها وقع تاني لإلك انت مش لإلي. ايه ما انت مش ضروري تعمل قصص لنفسك ما بس ما هو معقول معقول اعملها. كان عبالنا نخبرها عن قصة الولد، ما خبرناها انه عنا ولد. لا ما بدي احكي بالموضوع. مع بالي؟ مش مع بالي، ما اتفقنا انه اوريدي يعني مسجله هيدا الشيء. ما بتعرف اي انا ما بحب حدا يفوت على بيتي لما لقصص هالقد سيكريت وهالقد بيرسونال. انا ولد اوكي بس مش ضروري حدا يعرف، هو بيقرر بعدين اذا عباله يكون معنا. انت منك موجود معي على السوشيال ميديا، اول شيء خلينا نبلش من هون. ليه بدك الولد يكون معروف فيه؟ يكون انه عندنا بيبي وانا بدي العالم تعرف فيه. اذا انت منك من انا وقت عملوا معي انترفيو بهيدا لهيدا البروجرام سالوني مين ماخذه عشوائي يعني ليه مخبيتيه؟ انت منك موجود. شو انت بدك تخبيني ولا تظهريني يعني؟ لا بس انه ليه منك موجود معي؟ ليه بده يكون الولد موجود على السوشيال ميديا وانت ما بدك معه؟ ابننا بالاخير. ايه ليه هو بده يكون موجود وانت منك موجود؟ اكيد مش حكون موجود، ما لانه هيدا شغل وهذا مو شغل. وليه عم تسالني اذا صبي بده يكون موجود ولا لا؟ جات مي. طب